مدينة عزبة البرج بمحافظة دمياط، تلك المدينة التي تمتلك نحو ثلثي حجم أسطول الصيد المصري، تتجلى داخلها حياة الصياد الباحث عن الرزق في عرض البحر. احنا شغلنا معظم على الجمبري، فبنشتغل بنبدأ من عند من بورسعيد ليد الشرق لحد ما بنروح البردوالي الفواني. ما فيش سمك، بننقل في حتة تانية وتالتة لحد ما بنركز على الإيراد اللي هو الناتج اللي بيكفينا يغطي مصاريفنا طبعا، لحد ما ناخد مدتنا 10 لحد من 10 ايام لحد 20 يوم دفئه في فصل الصيف بتاعنا. صياد عزبة البرج يؤكدون ان اسعار الاسماك بانواعها خاضعه للعرض والطلب، وان واقع الحياه اختلف عن سابقه بسبب ظروف تتعلق بحرفه الصياد وحياته. ممكن تجيب سمك كتير وتبيعه رخيص، ممكن انت تجيب سمك ب 7-8000 جنيه وتيجي تبيعه ب 50000. ال 50000 دولت هتيجي تصرف تطلع منهم مصاريف 40000 او 45000، بيصف ايه؟ ما بيصفاش حاجه. معظم البيوت عندنا فيها مشاكل، اللي عنده اطفال وعنده عيله ما يطلعلوش في اليوم 100 جنيه يوم بليله. احنا الملك بتسحنه لغايه 20 يوم، بيجي في ال 20 يوم يحاسب له 900 جنيه او 1000 جنيه او 800 جنيه، هو مصروفه 5-6000 جنيه. حرفة الصيد لا تخلو من المخاطر وسط أجواء من تقلبات الطقس واتجاه الرياح، بحثا عن رزق يمنحهم حياة كريمة. الوقت بنجيب النت، بعرف الرياح جاي الساعة كام ويخلص امتى. يعني ممكن لو احنا مثلا بعيد بتخش من بورسعيد، وساعات مثلا لو الجو مثلا هيطول بنيجي البلد هنا عندنا في عزبة البرج. وفي الشتاء الناس ظروفها وحشة والمعيشة صعبة، الصياد بيبقى عارف اتجاه الريح مثلا من غير أي حاجة. الصيادون في عزبة البرج ينشدون اهتماما بشؤونهم ورعاية لهم ولمستقبل أسرهم، ويؤكدون حاجتهم لواقع أفضل وتوفير متطلبات رحلاتهم في عرض البحر. أما بتطلع المركب تصطاد بتعتمد على أمنية، الأمنية معناها إيه؟ جاز وزيت وتلج وأكل العمالة، بالإضافة إلى معدات الصيد اللي هي بتتهالك. فكان زمان العائد بيغطي التكلفة. أما الأيام دي نتيجة ارتفاع الأسعار البنزين، يعني كان السنة اللي فاتت تقريبا 700، الوقت 1350، فزاد الضعف. المركب بتمون من 50-150 ألف جنيه جاز. وتظل مدينة عزبة البرج شاهدا على بساطة الحياة والسعي وراء الرزق الحلال وسط ظروف لا تخلو من الصعاب وقوة التحمل والصبر انتظارا لجلب الرزق.